كتبت مجموعة من الكلمات سنحاول قراءتها لأننا تعلمنا الحروف وتعلمنا الحركات. اليوم سنحاول القراءة. تعالي يا سارة اقرأي لنا كل حرف بحركته بهدوء. كتابة. كتابة. راكي تقولي كتابة. أعيدي أعيدي. كتابة. إذن ما هي هذه الكلمة؟ كتاب. ليس كتاب. أعيدي راكي تقولي كتابة. كتابة. إذن كتبة. جيد كتبة مثل ما نطقناها كتبة. أحسنت يا سارة. آدم تعال اقرأ لنا الجملة الثانية. ليست الجملة الكلمة الثانية. زمل. زمل. أحسنت بني ما شاء الله. إلياس تعال واقرأ لنا هذه الكلمة. دوبة. ليست باء. انظر كم ماذا يوجد فيها. كم من ضمة. إذن كيف ننطقها. ليست دا يوجد فيها ضمة. دو. انظر يوجد. جيد حبيبي الباء فيها ضمة وضمة. دو بن. أحسنت. يلا محمد هذه كلمتك اقرأها بالحرف الواحد. يلا. ليست جاء هذيك. ماذا يوجد فيها؟ لا نخبره. ماذا ماذا محمد هذا ماذا؟ سكون. إذن السكون مع الجيم كيف ننطقها؟ أج. أي عاود قرأها لنا. الحرف الأول ما هو؟ تفضل. نون مع الفتحة كيف نقرأه؟ نا. ج. ما. وهذاك ما هو هذا الحرف؟ الحرف الأخير. تاء. جيد. إذن عيد قراءتها كلها. نجمة. نجمة. أحسنتم ما شاء الله.